ما أخذ بالقوة ما يرجع إلا بالقوة. رصيد من النضال وسفر من التضحيات يحكي التاريخ عن زرانيق تهامة، أول من أشعل ثورة في اليمن منتصف القرن الماضي ضد كهنوتي الإمامة. مرقت أنوف جيوش الإمام يحيى ومن بعده أحمد في الحرب الأولى والثانية في حروب باجل والقوقر والحسينية والموقر والجحبة وبيت الفقيه والمنصورية. أبناء تهامة كأجدادهم السابقون يرفضون الإمامة بكل أشكالها، سواء كانت إمامة بيت حميد الدين أو إمامة بيت حسين بدر الدين كما يسمون أنفسهم. تهامة لا مقام فيها للعنصرية ولا للطائفية ولا لحكم الميليشيات. تحكي رمال السهول التهامية عن الزرنوقي الذي روض جحافل الكهنوت الإمامي الذي غزا تهامة في محاولة منه لإخضاعها لسلطته الفاشية، فكانت الزرانيق عنوان رفض عارم لجور الإمامة وظلمها. كلها الأول زرانيق بفضل الله لقد فضلنا على متارس الحوثي وفروا هاربين. هي ثورة أجيال يستحيل أن تنكسر، فقد انكسر القيد أمام صلابة الزرنوقي بالرغم من الوحشية والإعدامات الجماعية التي مارستها الإمامة ضد أبناء تهامة، فكانت الزرانيق أولى قبائل الرفض ضد انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية في العام 2015. قاتل فيها أبناء الزرانيق وتهامة عموما حتى آخر طلقة. أطغم الحوثي تحترق. نفذت الذخائر لكن ذخائر الرجال لم تنفذ، تركوا مئات الجثث من جيوش وألوية الانقلاب الحوثي في صحاري العباس وبيت الفقيه والمناصرة. امتدت مقاومتهم من حرض وميدي شمال الحديدة وحتى جبهة الساحل، كما كانوا إلى جوار كل الأحرار في جبهات اليمن مقدمين كوكبة من الشهداء والجرحى، ولا يزال الآلاف منهم في معركة الدفاع عن الجمهورية أقمارا تعانق أخرى ولا تغيب عن ساحة الدفاع عن اليمن. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.